يواجه العم صالح الكثير من المصاعب هذا العام، فهو يربي المواشي منذ أكثر من 30 عاما، غير أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاع تكلفة التربية وبالتالي ارتفاع أسعار الأضاحي وعزوف البعض عن الشراء بذات الزخم الذي عاهده العم صالح سابقا. تكلف الله في اللي الرأس في السنة يتكلف قريب، يتكلف عليه قريب 2000 عليه والله الرأس الكبش. شنو ما تكلف علاف وخبزة وتكلف جميع الخرطان كل شيء توا غالية. الناس دابنا واحد ما يساعدهم المساعدة هذه ما كان نقدر نساعد، لكن الشيء راهو غالي البلاد توا والله. كل واحد حسب قدرته نحن نحطه، كل إنسان حتى أغل كل ما في مشكلة. الغنم أغل الغنم الأناتي والكبش كلها حسب قدرتنا نحطه، ألف كلها عندنا فوق شوي عندنا كل شيء. أحاديث المربين ومجالسهم يسودها القلق من سوق هذا العام الذي لم يختلف كثيرا عنه في العام الماضي، فارتفاع أسعار العلف وتذبذب الكهرباء ألقى بظلاله على تجارة المربين ويضع أمامهم صعوبات مختلفة لتسويق أغنامهم. زمان جميع المأكولات رخيصة والمساعدة السعي رخيص، وتو جميع حاجة غلية، كل شيء غلي والسعي زاد غلي. يا ودي يكلف يكلف يكلف، كان تحسب عليه الراس في الشهر يكلف 50 جنيه، كم 50 في 12 شهر يا حوالي 1600 جنيه. أبدأ من الألف الكباش من الألف وما فوق، النعاج من 600 700، من 700 وعلى. مع ذلك لن تتضح معالم السوق هذا العام حتى آخر يومين قبل العيد. نسبة كبيرة من السكان يفضلون التريث في شراء الأضاحي حتى قبيل العيد بساعات، عندها تتضح صورة السوق وتنتعش آمال المربين، وهو ما ينتظرونه هذا العام أيضا. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيم سبها.